من حوالي أسبوعين نزلت مقطع وتكلمت على اليوتيوبر اللي دخلوا قصة بيسان وجواني، وتكلمت على اليوتيوبر اللي واقفين مع بيسان واليوتيوبر اللي كانوا واقفين مع جواني، وهذا هو كان الترتيب. هذول اليوتيوبرين واقفين مع جواني اللي هم ريدر وبرهوم، وهذول اليوتيوبرين كانوا واقفين مع بيسان اللي هم صفا ودراد. أما هذا اليوتيوبر هو كان أحمد أبو الرب اللي هو كان محايد. فاليوم رح نستعرض لكم باقي اليوتيوبر شنو كان آرائهم مع مين هم واقفين بيسان وجواني، ويلا نبدأ. اليوتيوبر الأول أسو. اللي ما يعرف أسو هي يوتيوبر عندها 1,800,000 مشترك باليوتيوب. أسو نزلت مقطع بالتيك توك وتكلمت على موضوع بيسان وجواني، راح أحط لكم إياه مع إنه أتوقع أغلبكم شافه. لك البيسان، يعني أنا بيسان والله أحبها وما عندي إشكال وياها، حتى جواني أنا ما أعرفه ولا عندي أي مشكلة وياه. بس مو تجون واحد يفضح الله قدام السوشيال ميديا، متابعيكم صغار يتأثرون بيكم يتأثرون بحكيكم. فشي هذا يأثر سلبي على المتابع، على اللي يحبوكم، على اللي يتابعوكم. فأتمنى يعني تحلون الموضوع يعني خارج السوشيال ميديا، يعني أتمنى، لأن ده حس الموضوع خرج عن حده. أتوقع أغلبكم من حسب اللي سمعه حاليا عرف أنه أسو مش متدخلة مع أي أحد أو مش واقفة مع أي أحد، فهي محايدة لا مع بيسان ولا مع جواني. اليوتيوبر اللي بعده واللي هو مارك الحوش، اللي ما يعرف مارك الحوش يوتيوبر سوري عنده 8,000 مشترك يقدم محتوى ردات فعل. مارك الحوش نزل مقطع من حوالي 9 ساعات وكان في يتهجم فيه على جواني وكان واقف مع بيسان لأول مرة بحياته. فيب مارك الحوش راح يكون لأول مرة مع بيسان إسماعيل ضد جواني. اليوتيوبر اللي بعده واللي هي مروة، مروة طبعا عندها قناة مشتركة ويا مرسال، ما أعرف أتوقع هو حبيبها أو خطيبها. طبعا مروة نزلت مقطع ودافعت فيه عن مرسال وقالت فيه انه تهجمت يعني على بيسان وصارت تقول انه كيف مرسال هو اللي طلع بيسان، فيعني واضح انه مروة كانت واقفة مع جواني. اليوتيوبر الاخير ملك اليوتيوب، ملك اليوتيوب عنده قناة بها 33,000 مشترك ونزل كثير مقاطع عن بيسان وجواني، حوالي 35 مقطع هو يتكلم فيه عن بيسان وجواني، ومرات كان يوقف مع بيسان ومرات كان يوقف مع جواني، يعني على حسب منه كان يشوفه هو الحق، فواضح انه هو راح يكون محايد. وبهذه الحالة نختم كل اليوتيوبر اللي دخلوا بقصة بيسان وجواني، ولهنا وصلنا نهاية الحلقة. أتمنى الحلقة عجبتكم، لا تنسون تحطون لايك وتشتركوا بالقناة إذا عجبتكم الحلقة، وانتظرونا بمقاطع قادمة إن شاء الله تكون خرافية. وبس والله، كان وياكم فهد زين من قناة مملكة القصص، مع السلامة.